أهلا بك، هل توفقت بالمقابلة؟ نعم، لقد حصلت على العمل. أوه، هذا رائع، الحمد لله. الأجر ممتاز، ولكن للأسف الشركة لا تدرج موظفيها في الضمان الاجتماعي. ولكن ماذا لو صادفتنا ظروف سيئة؟ إن أصبت بمرض أو إصابة أو فقدت الوظيفة، ماذا سنفعل عندئذ؟ لا تخافي ولا تتشائمي، كل شيء على ما يرام. ماذا حصل؟ يبدو يا عزيزتي أن قلقك وخوفك كان في محله. لقد تم إغلاق الشركة فجأة وقاموا بتسريح الجميع من العمل. علي البحث عن عمل جديد. للأسف لسنا مدرجين بالضمان. قرأت منذ فترة أن الأشخاص المشمولين بالضمان يحصلون على إعانات في الحالات الطارئة. مرحبا، أنا مفيد. زوجتك على حق، منظمة العمل الدولية تعتبر الحق في الضمان الاجتماعي من الحقوق الأساسية للإنسان، وقد أقرت اتفاقية رقم 102 حددت فيها المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي. وهل يغطي نظام الضمان الاجتماعي حالات فقدان العمل والبطالة؟ أجل، هذه الاتفاقية حددت 9 فروع للمخاطر التي تغطيها أنظمة الضمان الاجتماعي، وهي تغطية نفقات العلاج من المرض، التعويض عن الأجر المفقود نتيجة المرض، تغطية الأعباء العائلية، الرعاية الخاصة بالأمومة، التأمين ضد البطالة، التأمين ضد الشيخوخة، التعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية، التأمين ضد العجز عن العمل، التأمين لفائدة الورثة عند الوفاة. ولكن أحكام هذه الاتفاقية تتصف بنوع من المرونة، فهي لا تلزم الدولة الموقعة عليها بتغطية جميع هذه الفروع، إذ أخذت منظمة العمل الدولية بعين الاعتبار اختلاف الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلدان. ولكن تشترط هذه الاتفاقية أن تشمل التغطية على الأقل 3 مخاطر من هذه الفروع، على أن يكون من بينها بشكل إجباري أحد الفروع الخمسة الأخيرة. ولكن كيف يعمل نظام الضمان الاجتماعي؟ مهمة إدارة أنظمة الضمان الاجتماعي تسند إلى مؤسسة تابعة للدولة أو أي مؤسسة أخرى، بحيث يتمكن ممثلي الأشخاص المشمولين من المشاركة في إدارتها، ويتم تمويل هذه الأنظمة عن طريق اشتراكات تقتطع من الأشخاص المشمولين، ولكن دون إيقاع أعباء ثقيلة على ذوي الدخل الضعيف. علي البحث عن عمل يوفر لموظفيه حق الضمان الاجتماعي. في التوصية رقم 202 أقرت منظمة العمل الدولية مجموعة من المبادئ التي على الدولة أن تلتزم بها من أجل مجابهة مظاهر الفقر وانعدام المساواة، منها عدم التمييز في مجال الحماية الاجتماعية، شفافية النظام والإدارة المالية فيها، وتوفير خدمات عامة عالية الجودة، بالإضافة إلى المشاركة الثلاثية مع المنظمات الممثلة للعمال والأصحاب العمل. وهذه هي الدول العربية التي صادقت على هذه الاتفاقية. إن حرص الدولة على تعزيز حماية حقوق العمال من خلال سنها التشريعات والقوانين التي تضمن لهم هذه الحقوق وتوفر لهم حياة كريمة ينعكس إيجابياً على اقتصادها. فاحرص كفرد أن تعرف حقوقك، واحرصي كدولة أن تحفظي حقوق أفرادك. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا ولا تنسوا أن تتصلوا بنقاباتكم.